هو تحضير عادي كما اي مقابله بيان هذا ان شاء الله كل شيء ان شاء الله وان شاء الله باذن الله نحقق لهم تحضير عادي ونجد روحي عادي وان شاء الله باذن الله كما قلت لك اللي كاع اللي كيبان بيان بريباري ان شاء الله باش نحققوا هذا النهائي هو النهائي اللي بيان سير وانا كنت عندي 23 عام الحمد لله يا ربي ماشي هكا وماشي بسهل الحمد لله يا ربي وان شاء الله باذن الله تري زامبورتون نحققوا ان شاء الله هذا النهائي ونكونوا على وقت ان شاء الله انصار انصار انا على بالنا بلا حكون قوه ان شاء الله ويسلمنا حتى الاخر دقيقه وحنا غادي نديروا اليوتيوب واليوتيوب ان شاء الله زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.